الأستاذ المساعد الدكتور بلال رشيد عبد المجيد، حاصل على شهادة البكالوريوس والماجستير في هندسة الحاسوب من جامعة النهرين، وحاصل على شهادة الدكتوراه في إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي من جامعة برونيل لندن في المملكة المتحدة. جامعة الشعب هي المكان الأمثل اللي ممكن أنه تحقق ما تطمح إليه، وأكيد شعارنا المتمثل بالمهارة والتعليم راح يلزمنا بتقديم تجربة تعليمية متكاملة للطلبة. ما يميز جامعة الشعب هو استحداثها لتخصصات علمية نادرة كانت الأولى على مستوى العراق، وأيضا توفر جامعة الشعب رسوم دراسية مرنة ومنح دراسية للطلبة المتميزين لدعم مسيرتهم التعليمية، مما يجعل التعليم العالي ضمن بيئة جامعة الشعب متاح للجميع.